السلام عليكم، انا شكري وهعمل معكم النهارده المشبك. طلبتوه في التعليقات وعملناه اهوت، شايفين اهوت شكله جميل جدا ومقرمش وطعمه احلى من شكله زي ما بنقول، من بره ناشف ومن جوه طري شارب عسل، وان شاء الله هتجربوه هيعجبكم. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. ديت شويه فانيليا في البوله، وعندي 100 جرام نشا، و100 جرام دقيق، ومعلقتين زيت، ومعلقة خميرة صغيرة، وذرة ملح، وكوباية مي. ده اللي عندي كله. وهنبتدي على طول. ادي النشا، هنحط النشا في البولة بتاعتنا عشان نعمل العجينة بتاعته. وعليها الدقيق، قلت 100 جرام و100 جرام، 100 نشا و100 دقيق على بعض، على 5 جرام خميرة، على نص معلقة صغيرة ملح، وعندي 20 جرام زيت، معلقتين، وعندي كوباية المية ديت 200 جرام دوت. قلبنا الخليط في بعضه، النواشف دي قلبناها في بعضها، ونحط عليهم الزيت، معلقتين زيت بالظبط، هنقلبهم. موضوع بسيط خالص وسهل خالص. وهنبدأ ندي المية ونقلب، بس أهم حاجة إن العجينة اللي في إيدنا ديت ما تخرص، عايزة تقليب كويس وعايزة دعك كويس بالمعلقة. هدي الدقيق شوية شوية عشان نشوف ايه اللي هيحصل. هنبدأ نقلب بقى وندوب العجينة كده بالراحة. انا معاك بالتفصيل اهوت علشان كل حاجة تبقى باينة قدامكم اهوت. انها عامل عجينة، ودي خطوة مهمة خالص في الموضوع. تنعمل عجينة، خدت كوباية المية كلها اللي هي 200 جرام، يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في 200 ميه، و100 نشا، و100 دقيق، و20 زيت، و5 خميره، وذره الملح. اهو قلبناهم، وهنحطهم في الخميره عشان ايه؟ يخمر. هنعمل الشربات بقى بتاعه. دي برضو فانيليا، عندي كوبايه دي اللي عاير بقى الشربات، هعمله قدامكم اهوت عشان تبقوا شايفينه. ادي كوبايه سكر الشربات بتاع المشبك اهو، ادي كوبايه سكر، ادي واحده وادي التانيه، والشربات ده على قد الكميه دي بالظبط، وادي الكوبايه التانيه، 2 سكر حطيناهم، وادي واحده ميه. وهندوب السكر في الميه، يبقى الشربات بتاعه 2 سكر واحده ميه. ده مقدار ممكن يزيد، لو انت بتعملي كميه كبيره يبقى 4 سكر و2 ميه، بس المقدار اللي انا اشتغلت بيه ده خد كمية الشربات دي بالظبط. هنقلب ونخش على النار وهنشوف ايه اللي هيحصل. دخلنا على النار ونقلب، انا عايز ادوب السكر، انا مش بعمل كراميل علشان اسيب السكر، بعمل شربات فبدوب السكر اهوت على النار، وهسيبه يغلي. هسيب الشربات ده يغلي. دي اول غلوه له اهو، دي اول غلوه له. هقلب برضو، يمكن في سكر هنا ولا هنا يدوب، وهسيبه بعد اول غلوه دقيقه ونص بالظبط، دقيقه ونص بالظبط يغلي لحد ما الغلوه بتاعته تتقل. هحط له معلقه جلوكوز كبيره، ودي مهمه في شربات المشبك بالذات، معلقه جلوكوز دي مهمه في شربات المشبك، دي اللي بتخلي المشبك ماسك نفسه وبيعمل المطة اللي انتوا بتشوفوها في الاكل ديت، وبيبقى الشربات بتاعه تقيل ومش مسكر. دي شغلانة الجلوكوز في الموضوع كله اهو. اديته معلقة كبيرة بعد دقيقة ونص من الغليان، وهبدأ ان انا ادوب الجلوكوز اللي انا حطيته ده دوت. يبقى غلي اول غلوه، سيبته بعد اول غلوه دقيقه ونص، بعد كده اديت له معلقه جلوكوز كبيره وبدوبها اهوت، وهسيبه ياخد غلوتين تاني بعد الجلوكوز. هسيبه يغلي تاني، غلي اهوت غلوتين بالظبط، واحط له ايه؟ انا هحط ملح ليمون. انت ما عندكش ملح ليمون، ممكن يبقى نص ليمونه تتعصر عليه قبل كده.
شوفوا كمية ملح الليمون اللي اتحط قد ايه بقى، طرف المعلقة. انا هحطه على ايدي عشان تشوفوا المقدار بالظبط، يمكن المعلقة تقلكوا ان هو كتير اهو. بس حطيت ملح الليمون وقلبت، ساعة ما بتحطيه الشربات بيفور على طول، وقمت طافي النار اهو، طفيت النار وقلبت اهو، الغليان يهدى خالص اهوت زي ما انت هتشوفي، ما عادش غليان اهو لاني طفيت النار بتاعته. شوف الشربات ده عامل ازاي، ده الشربات بتاع المشبك، وده الشربات بتاع الكنافة، وده الشربات بتاع البقلاوة، بتاع حاجات كتيرة اوي الشربات التقيل ده. سبتها خمرت اهيت، هقلبها العجينة بتاعت المشبك، سبناها خمرت اهيت، هقلبها تقليبة كويسة كده، وسيبها تخمر على قد ما تقدري، ما تستعجليش عليها، لان كل ما بتتأخري وتسيبها تخمر بيبقى طعمها احلى من اللي هي مستعجل على طول. ده هي خمرت خلاص اهيت، هقلبها تقليبة كويسة زي ما انتوا شايفين، وهسيبها تخمر مرة تانية كمان، خمرت مرة تانية اهيت، هقلبها برضو تقليبة كويسة اهو زي ما انتوا شايفينها كده. وانت بتاكلي هتحس بطعم الخميرة، بطعم العجين اهوت. قلبناها كويس، وهنبدأ. انا هشتغل، انا عندي بتاعة الكاتشب ديت، لو ماهيش عندك هتجيب ازازة مية عادية وهتخرمي الغطا بتاعها وتشتغلي بيها عادي خالص. هعبيها انا في العلبة ديت اهوت، حبيناها في العلبة اهيت، والفتحة بتاعتها باينة قدامكم اهيت، فتحة الإزازة. وهنخش على النار، عندي الزيت سخن، عندي الفرمة الصغيرة اللي هشتغل عليها، حطيتها في الزيت، وهبدأ إن أنا أهو مقدار صغير خالص رشيته في ال، وما تشتليش الفرم من المشبك غير ما يمسك نفسه، لو انت شلتها بدري هتلاقيه فرش اهو. شوفي اهو اشتلناها بدري، شفت بيفرد ازاي، انما لو سبتيه شوية لحد ما ينشف في الفرمة هيطلع بالقرصة بتاعته اللي انت مقطعة بيها. وطبعا الزيت سخن زي ما احنا عارفين ما بياخدش وقت في الزيت، هو وش وظهر على طول، وبيطلع بيطلع على الشربات اهو. قطعت وحددت الدوران بتاع الفورمه، وهسيبه يمسك نفسه بقى في الفورمه المره دي اهو. دي خلاص نشفت اهيت، هقلبها على الناحيه التانيه، هي بتنشف على طول، بعدين هتنشف ومش هتلون لان لا فيها سكر ولا بيض، فتلوينها هيبقى صعب شويه. شايفين ماسكه نفسها ازاي، اللي احنا ما شلناهاش غير بعد ما مسكت اهوت. بقطع اهوت قدامكم مقدار صغير بحطه في الفورمه، وهسيبها تمسك نفسها ادي. دي خلاص اهيت من الزيت على الشربات على طول، دي هتطلع من الزيت على الشربات على طول اهوت، على الشربات البارد، على الشربات البارد اهو. ودي برضو هتتقلب على الوش التاني ثواني، وهتطلع برضو على الشربات البارد على طول اهو. الزيت سخن زي ما قلنا، وهجرب لكم واحدة تانية كمان اهوت. بتحددي الاول الفورمة، دوران الفورمة، وبعدين تملي في النص اهوت من الزيت خلاص. نشفت خلاص هي، تمام دي لسه طريه، دي اتكسرت اهي، دي لسه طريه، وهتطلع على طول
على ايه؟ الشربات. تعود تمسك نفسها، نشيل الفورمة وهتنشف على طول وهتطلع على الشربات. اهو زي ما شايفين بتاخدش وقت كتير في الزيت، العجينة دي ما بتاخدش اهوت، بتطلع على الشربات اهوت، الشربات بتشرب براحته. بطلع من الزيت احطه على الشربات على طول واسيبها تشرب براحتها. وادي هنكمل بقية التحمير بتاعنا. طلعناه من الشربات، سيبناه يتصفى من الشربات بتاعه ورصيته في الطبق اهوت زي ما انتم شايفين. نقرب واحدة تشوفوها عن قرب كده، اهي ما شاء الله زي الفل اهوت، ناشف وطري من جوه، ناشف وطري من جوه، ناشف وطري من جوه زي ما انتم شايفين. عجينة جميلة جدا ومظبوطة جدا، وبلاش تغيير. لو هتعملوه بلاش تغيير في أي حاجة في العجينة، يعني خدوا العجينة زي ما هي كده أهو. طبعا شايفين شكله المشبك ده، من ضمن الحاجات اللي دمياط مشهورة بها قوي. وعلى فكرة احنا مهما نعمل مشبك مش هتوصلي للجودة بتاعة دمياط، لأن هما دي صنعتهم من سنين السنين يعني. اهو زي ما انتم شايفين، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.